الإخوة جميعا، أرجو أنكم ما زلتم لأننا نستنى تتوقف بإرادتها. خطورة اللغة العامية لدى متعلم اللغة العربية، خطورة اللغة العامية بعض الدول تسمى الدارجة، خطورة الدارجة على متعلم اللغة العربية. اللغة العامية أو الدارجة عقبة في تعلم مستوى العربي الفصيح، عقبة، حاجز في تعلم مستوى العربي الفصيح. فأنت تتعلم لغة عامة، ما معنى عامة؟ لغة الشوارع، لغة السوق، لغة عامة الناس. إذن هنا عندما تتعلم اللغة العامية يا إخوان، لا يختلف عندما تريد أن تدرس لغة لغرض، هناك تعليم اللغة لأغراض خاصة. فغرضك أن تعيش مع العامة في بلد معين وفي طبقة معينة وفي السوق تبيع وتشتري، تتعلم هذه اللغة ولا حاجة لك بالفصحى، هذا بينك وبينك. لكن إنسان مثقف يريد أن يتعلم ويتصل بالعرب جميعا ويتصل بالمسلمين جميعا ويتصل بالجامعات التي تتعلم اللغة، تعلم اللغة العربية إذا وتعلم فيها اللغة العربية، إذا انظر العامية عقبة في تعلم مستوى العربي الفصيح. أيضا العامية تجعل انحراف لغوي كنطق الأصوات العربية وضياع معاني بعض المفردات، بعض المفردات تتحول من معنى إلى معنى آخر، كان المعنى الفصحى هكذا يتغير كذا إلى معنى كذا. مثلا الجيم يتغير جاء جاء جاء، القاف يتحول إلى همزة، أقول لك أقول لك، والقاف يتغير إلى جيم. كل أصوات إذن يحصل انحراف في الأصوات، أصوات اللغة العربية الفصحى، وتضيع المعاني أحيانا. انظر إذا ما تسمع عربية، أنتم تفهمون أن العربية هي نسبة إلى اللغة العربية، تكون اللغة العربية ويجوز حذف اللغة وترك الصفة إذا كثر، تكون درست العربية ويجوز درست الصفة هو درست اللغة العربية. لكن إذا قلت درست العربية أحيانا الصفة إذا كثرت استعمالها تغني. لكن أنت لو سمعت واحد قال ركبت العربية، أنت عجيب كيف ركبت العربية؟ لأن هذه الكلمة تغير إلى معنى العامية بمعنى السيارة من العربة. إذن انظروا أيها الأخوة، إذن نحن عندما ندرس العامية قد نغير الكلمة المشير، ركبت دباب 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 دباب، هذا الذي نسميه بالموتوسيكل، هذه دراجة، دراجة بخارية، لكن انتشر أنه دباب 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 لأن منطقة فلاني من العامية يقولون دباب. هذا هو الإشكال. إذن العامية يحصل انحراف في الأصوات وضياع معاني بعض المفردات. أيضا العامية يصير هناك إهمال الإعراب وتؤمن النطق القرآن والحديث والشرع. نعم الإعراب هو جزء من النطق القرآن والحديث والشير بمعنى اللغة الفصحى، فالعامية تفسد الإعراب أو تغير الإعراب ولا كثر فصحى، وتبدأ ومن تذهب تفسد لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الشير. إذن اللغة الفصحى تفسد بسبب خطورة العامية. وبعض الإخوة أيضا إذا جاءوا للأسف الشديد يريد أن يذهب وخرج من دولة عربية، لو تعلموا الآن أنتم أساتذة، لكن طلابه المبتدئين يعلموا العامية لأنه كان في بلد كذا، وهذا هذه من خطورة هذه العامية. طيب أيضا العامية عقبة، منع، تمنع، عقبة في اكتساب تراكيب وأساليب اللغة العربية الفصيحة، تمنعك من اقتباس التراكيب
تعلمي اللغة الفصحى، أنت بالنسبة لك لغة العامة. أيضا يحصل مانع توصيل الأفكار إلى أكبر عدد من الناس، كيف ذلك؟ العرب منهم وغير العرب. عندما تتعلم عامية هذا تمنع نفسك من إيصال أفكارك وآرائك، من إيصال أفكارك وآرائك إلى مجتمع أوسع، لأن الفصحى يفهمها العرب جميعا إلا قلة، لكن يفهم العرب جميعا. ثم هي اللغة التي تدرس في جميع الدول الإسلامية، ثم هي الفصحى هي اللغة التي تدرس في جميع جامعات العالم. فأنت إن اهتممت بالعامية معنى ذلك تمنع توصيل أفكارك إلى مجتمع أوسع، تمنع الكلام والتحدث إلى مجتمع أوسع وهو مجتمع عالمي، فتبقى أنت مجتمعك مجتمع محلي في السعودية في الكويت أو في مصر أو في الجزائر أو يعني جعلت اتصالك أو توصيل أفكارك إلى مجتمع ضيق، مجتمع محلي بدلا من مجتمع عالمي. أيضا هذا الاهتمام بالعامية يحصل منع الاستفادة من لغة المحاضرات والندوات والكتابة، لأن كل الندوات والكتابة والمحاضرات وكل الخطب الرسمية بالفصحى. وأخيرا تمنع التذوق الأدبي، تذوق اللغة العربية الفصيحة. العامية تمنعك أن تذوق القرآن وحديث وشعر وأمثال وخطب، كل هذه تمنعك هذه العامية.